أعلن الدفاع المدني في جدة اليوم عن العثور على 2 من أصل 3 مفقودين بسبب الفيضانات التي تضرب المنطقة نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة. وأوضح المصدر أن المفقودين والمفقودين عذرا كانا بصحة جيدة. كما أعلن اليوم عن تعليق الدراسة في جدة يوم السبت المقبل بسبب الفيضانات التي تضرب المحافظة نتيجة لتهاطل الأمطار. وقد تمكنت فرق الدفاع المدني وأيضا القوات المسلحة وحرس الحدود في جدة من إنقاذ 1500 شخص حتى الآن في أكبر عملية إنقاذ تشهدها السعودية. جهود فرق الإغاثة تتواصل لإنقاذ المئات من سكان محافظة جدة المحاصرين بالسيول الجارفة. شوارع وأحياء وطرقات غمرتها المياه، فأحدثت اختناقات مرورية صعبت من مهمة فرق الدفاع المدني والقوات المسلحة التي أكدت سيطرتها على الوضع، حيث تم إنقاذ 1500 شخص باستخدام الطائرات العمودية والقوارب المطاطية. حتى الآن يمكن وصل عندنا إلى تقريبا 1500 حالة اللي تم إنقاذها بواسطة الطائرات العمودية وبواسطة القوارب المطاطية وبواسطة فرق الإنقاذ الأرضية. طبعا هذه بجهود الدفاع المدني بمشاركة جهات أخرى أيضا في عمليات الإنقاذ، منها حرس الحدود، منها القوات المسلحة، الحرس الوطني. عمل مشترك ومنسق جمع فرق الدفاع المدني وحرس الحدود والقوات المسلحة أدى إلى تحرير أهم المحاور المعطلة في محافظة جدة وفك الاختناقات المرورية لتسهيل عمليات الإنقاذ وسط تحذيرات بعدم عبور المناطق المغمورة، فيما تشير توقعات محللي الإنواء الجوية بهطول المزيد من الأمطار. وكانت محافظة جدة وضواحيها قد تعرضت إلى أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وسيول ما أدى إلى خسائر في الممتلكات من سيارات ومنازل لم يعرف حجمها بعد. هنا محمد بخشم.